نذهب الآن إلى الموضوع السوداني، حيث أثار قرار الرئيس السوداني عمر البشير زيادة الأجور للقطاع العام جدلا حول كيفية تمويلها في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط تضخمية إثر تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. ويعاني الاقتصاد من الاختلالات المالية، فقامها ارتفاع عجز الموازنة بعد أن فقدت الخرطوم ثلاثة أرباع إيراداتها من النفط بعد انفصال الجنوب. شارع من شوارع الخرطوم يعج بالمتسوقين، لكن استمرار ارتفاع الأسعار لا يبدو عاملا مشجعا على التسوق، بالرغم من قرار الحكومة زيادة الأجور ومضاعفة الحد الأدنى للراتب في القطاع العام إلى 425 جنيها ابتداء من الشهر الجاري. فبالنسبة للموظف الحكومي نور عثمان، فإن حجم الزيادة لا يتناسب مع وتيرة ارتفاع التضخم التي تزداد يوما بعد يوم. ورغم سعيه للادخار، فإن راتبه كله لا يكفي حتى لتلبية الحاجات الأساسية لعائلته. المبلغ ده هو يعني هم بيروا طبعا كثير، لكن احنا بالنسبة لنا كمواطنين بنروا ضعيف جدا جدا. انا هذا اشتريت مثلا الصابونة ب 500، تيجي تلقاها بكره عملت 600، نفس الصابونه ونفس الحاجه قاعده محل في رفه يعني. وقد اثار القرار الرئاسي بزياده الاجور جدلا واسعا حول سبل تمويلها وسط مخاوف من تفاقم ازمه التضخم، بالرغم من التطمينات بامتلاك الدوله للموارد الكافيه لتغطيتها. لا نتوقع ان تكون هنالك زياده في معدل التضخم كبيره نتيجة لزيادة المرتبات، لأن هذه المرتبات تم زيادتها من مصادر نقدية حقيقية وليست تمويل بالعجز. لكن عددا من الاقتصاديين يرون عكس ذلك ويحذرون من أن نتائجه ستكون عكسية مع زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة، خاصة وأن الاقتصاد يعاني من اختلالات مالية بعد أن تلقى ضربة موجعة في أعقاب انفصال الجنوب، حيث حرم الخزينة من مليارات الدولارات سنويا وأسهم في خفض موازنة الحكومة بنحو النصف، مؤديا إلى تدهور قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. زيادة الرواتب ليست هي الحل، بل هو الدواء الذي ينقلب إلى سم يقتل الاقتصاد السوداني بصورة يعني واقعية. زيادة الرواتب لم تأتي بناء على وجود احتياطي أو وجود موارد حقيقية، وإنما تعتمد في الغالب على التمويل بالعجز أو قروض أو بطباعة النقود، وأرجح الحل الأخير. وبغض النظر عن نوعية الحل المطلوب، فإن الحكومة تأمل أن يؤدي ذلك إلى إشاعة الاستقرار الاجتماعي بعد احتجاجات العام الماضي ضد الغلاء، في حين يأمل نور عثمان ومعظم السودانيين أن تستقر الأسعار في بلد يعيش نصف سكانه تقريبا تحت خط الفقر. كامل سويعد، بي بي سي. معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي السوداني عمار عوض. سيد عوض، نبدأ بمناقشة هذا القرار من حيث الشكل. هل الرئيس مخول أصلا بالترفيع في الأجور، وهل السودان قادر على ذلك الآن؟ أليس ذلك شراء لصوت الناس ولصمتهم بالتالي؟ طبعا هذا زيادة هذه المرتبات بهذا الشكل تعتبر يمكن أن تغرى بأنها شراء لأصوات المواطنين حتى لا يقوموا بالاحتجاج على الحكومة السودانية. ولكن بالرجوع إلى بالحديث حول هل الرئيس السوداني مخول، هنالك نقطة أساسية أو جوهرية في هذا الصدد، وهي تتعلق بأن هنالك كان صراعا كبيرا يدور ما بين وزير المالية في السودان وما بين رئيس اتحاد العمال وهو قيادي في حزب المؤتمر الوطني الأستاذ إبراهيم غندور. كان كل منهم لديه رؤيته في حول الموازنة التي سوف تجرى في السودان، ولكن يبدو أنهم في الفترة الأخيرة انتصر التيار الذي يدعمه الرئيس البشير بزيادة المرتبات. ولكن عندما ننظر إلى زيادة المرتبات نجد أنها هي عبارة عن 100 جنيه فقط، وهي تعادل ما قرابة 15 دولار. لكن دائما في الشكل، أليس الأمر عبثا بالشكليات؟ أيضا ما نعرفه أن وزير المالية والاقتصاد في الدول العادية هو من يقترح تقديم الرواتب بناء على موازنة ومداخيل الدولة. أن يرفع في الأجور بقرار جمهوري من الرئاسة قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء. هو غريبا ممعن في الغرابة، خاصة وأن الرئيس السوداني عندما يصدر هذا القرار
كثير من المتابعين للاجراء للاحوال في السودان يرون ان الرئيس السوداني يريد ان يستبق ثوره او يريد ان يستبق احتجاجات تريد ان تقوم في الشارع السوداني. عندما ننظر في العام الماضي عندما ارتفعت الاسعار بشكل مبالغ فيه، عندما زادت الاسعار المواد الغذائيه بنسبه 300%، كان هنالك حراك كبير في الشارع السوداني. الان الرئيس السوداني يريد ان يستبق هذا الحراك، خاصه اذا نظرنا فقط ارتفاع الاسعار ربما استباق ما يسمى بالربيع العربي وهذا الحراك الدائر في المحيط الاقليمي للسودان. ايضا مرتبط ذلك بالحراك العربي والاقليمي، هنالك تطورات جديده حصلت في الشارع السوداني. هنالك وثيقة تم التوقيع عليها ما بين قوى المعارضة السودانية، وهي تسمى وثيقة الفجر الجديد، وهي التي لاقت ارتياحا كبيرا من الشارع السوداني. الشارع السوداني كان يرحب بشكل كبير بهذه الوثيقة الجديدة. الرئيس السوداني يريد أن يشتري صمت الشارع السوداني عبر هذه الزيادات، ولكن نرى أن هذه الزيادات أيضا لديها مدلول، كما تحدث التقرير لديها مدلول عكسي، لديها مدلول اقتصادي عكسي، خاصة إذا نظرنا إلى أن الأسعار سوف ترتفع نتيجة لزيادة خصوصا وأن الخزينة فقدت 3/4 وارداتها من النفط. تقول العرب الكرم جيد، يمكن يكون أجود لما يكون لديك بما تتكرم. أيضا هنالك نقطة مهمة جدا، اقتصاد السوداني اقتصاد منهك، هنالك صرف كبير على الاقتصاد السوداني منهك نتيجة للصرف على الأمن والدفاع. إذا نظرنا نجد أن الحكومة في هذه الميزانية بتاعت الميزانية الخاصة بعام 2013 نجد أن الحكومة السودانية زادت الصرف على الأمن والدفاع، وهي التي تصرفه بنسبة 9 مرات زيادة عن الصرف عن التعليم والصحة. إذا من أين سيؤتى بهذه الأموال؟ ونفط الجنوب ذهب في حال سبيل، هل هو بطبع النقود مرة أخرى وهذا تضخم أو بالقروض وهذا كلفة وحمل على الدولة؟ الحكومة السودانية تقوم بكثير من القروض وهي قروض كارثية على الاقتصاد السوداني. الحكومة السودانية اقترضت قبل أيام من دولة الصين مبلغ قدره حوالي 1.5 مليار، ورهنت إثر ذلك الموارد البترولية للسودان للبنك التنمية الصيني لمدة عام أو لمدة عامين لإنتاج السودان من البترول نتيجة لهذا الغرض. هنالك الحكومة السودانية تنهك الاقتصاد السوداني بالقروض الكثيرة، خاصة إذا أتى أي نظام جديد في المستقبل سيجد أن الاقتصاد السوداني منهك وسيجد أن الاقتصاد السوداني منهار. لكن ما يجب أن نشير إليه باهتمام أن الشارع السوداني صار أذكى بكثير من تصرفات الحكومة السودانية. أعتقد أن الشارع السوداني سيكون له رأي آخر إذا ما زادت الأسعار مرة أخرى، خاصة وأن هنالك التفاف كبير من الشارع السوداني مع الأطروحات الاقتصادية ومع الأطروحات السياسية التي تقدمها قوى المعارضة السودانية. وأيضا هنالك صراعات كبيرة داخل حزب المؤتمر الوطني، وهي التي نتجت عن هذه الزيادات التي تدور ما بين قيادات في حزب المؤتمر الوطني. كل هذه العوامل تشكل. شكرا. نعم واضح سيد عمار، شكرا لهذا الاسترسال والتفسير والتوضيح، الكاتب الصحفي السوداني عمار عواد، شكرا جزيلا لك.